عام 2001 في حديقة بسيطة في نيويورك كان فيه عربة تبيع هادوغ ثروات عليها بالهبل. حبة حبة قرر انه يفتح هادوغ وبرجر. فتح محل صغير في 2004 وصار اسمه تشيك شاك. 2005 خشت السوشيال ميديا وانفجر المحل في كل مكان. تجربتنا اليوم منيو تشيك شاك. بسم الله. عادتنا الصحية دائما ما ننساها، ولكن اليوم استثناء. اكتشفت اني نحفت كيلو بالغلط، عشان كذا طلبت شيك شاك وبعوض هالكيلو شيء انا اعشقه. هذا الشيء الجميل اللي تشوفونه قدامكم، ميلك شيك زبدة فول سوداني. هذا الحالة يكفيك من هالتجربة. افضل ميلك شيك زبدة فول سوداني شيك شاك فايف جايز، شيء مو طبيعي. اوه الله، سرسح يا جماعة. أصلاً شوف من برا، تشوف العلبة كيف عليها قطرات والندى من البرودة. شيء جميل. طيب نجي نشوف العلبة. أنا طالب كل البرجرات حقتهم فمتجربها. خلينا نشوف أول علبة معانا. هذه تشوفونها وحاطين ستيكر الأمان. نفكه. نقول بسم الله. شوف ايش معنى هنا. الواضح ان الهدق حقهم والبطاطس. طبعا العلبه هذه جميله، لاحظوا حاطين قصتهم، وان هذا الكشك الاول في الماديسون بارك. هذا اول فرع شيك شاك شفتوا عام 2004. اول شيء معنى البطاطس حقهم، وهذا صوص الجبن. خلونا نحط او نغمس في الجبن. بسم الله. الله 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 الله، صوص الجبن حقهم فاخر وجميل جدا. الله يصدمني، ما توقعته كذا. شوي شوي خلونا ناكل. نحب كيلو يعني جوعان وضعيف مسكين. قد اكلت شيك شاك قبل بس ما قد جربت صوص الجبن حقهم. كثر خرافي وانا ما ادري. جميل جمال، نسفنا علبة الجبن بالغلط. سلام، بداية رهيبة. حلات الميلك شيك اللي تجيك ثقيل لدرجة انك ما تقدر تشفطه. بداية موفقة. نشوف اللي بعده. هذا الهدوغ حقهم زي ما انتم شايفين، والخبزة خبزة البطاطس. اتوقع انها ما انشهرت الا عن طريقهم. خلونا نقول بسم الله. هدق بسيط ولذيذ. نجي للهدق الثاني اللي مقطوع من النص. شوفوا في النص محشو ايش؟ جبنه من جبنتهم الرهيبه. الجبنه فل الفل. بسم الله. رايق. انفجار الجبن من النص شيء خرافي. الله، شيك مجنون. طبعا هذا كله بس تسخين على خفيف. خلونا نخش برجر. شوفوا الجمال هذا كله، تأملوه. طبعا عندهم انواع واشكال. هذا المفروض خيار نباتي يقول لك، اللي هو الجبنه المشويه جريل تشيز، نفس الخبزه حقتهم لكنها مقلوبه خامصينها من فوق. فنجيب صوص الجبن الثاني الاحتياطي كذا. فدبل جبن، تريبل جبن. بسم الله. مكس خليك تطفح جبن. الله. خفيفة ولطيفة يا جماعة. يا سلام. إلى الآن ماشيين دمار شامل. طبعا نجي لبرجرهم الأشهر اللي ينفع أصمعي هنا. هذا أشهر برجر هو اللي طلعهم، اللي هو خبزة البطاطس، خسة وشريحتين الطماط الحلوة، جبنة
واللحمه الجميله حقتها في وقتها اول ما طلعت كانت جودتها عاليه لدرجه ما كنا نشوف شيء زي كذا. الان محلات كثير صارت تحاول تنافس وتوصل لنفس المرحله، ولكن لازم تستمتع قصة هذا البرجر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شيك شاك وصلصتهم الرهيبة. تشوفون هذا التشيز برجر العادي نفس الأساسي، ولكن ما في أي شيء معاه، بس لحمتهم زي ما انتم شايفين، جبنة، خبزة. خلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. مكس الميلك شيك مع البرجر، مكس المفضل. طبعا في عندهم شاك ستاك عبارة عن اجرام، شفتوا هذا اللي في الوسط فيه فطر، وهذه قطعة اللحمة حقتهم وشريحتين الطماط. لو نقصها وش بيصير؟ يا ساتر يا ساتر، شفتوا الاجرام. طبعا هذه في وسطها فطر، معليش مو بقطع فطر، شريحة فطر كبيرة جدا. طبقة مقرمشة، هذه فطر، هذه فطر، كذا قطعة فطر كبيرة جواها الجبن. شيء جميل، أنا أحس إني قاعد أرجع الكيلو حقي وآخذه بكل حق وقوة. خلونا نشوف الأشياء الثانية. طيب هو في الدجاج حقهم في ثلاث أنواع، في نوريكم إياها من قريب، ما أدري هذا الشبوتلي ولا لا. بصل، مخلل بصل ولا بصلتن، يعني صاير وردي. وصوص، هذه قطعة الدجاج المقلية، شوفون هذه الدجاجة من جوا، هذه فيها حرارة بسيطة، فأتوقع هذه الشباتلي لأن كان فيها شباتلي والثانية حار، فهذه حرارة حلوة أتوقع هي الشباتلي. قطعة الدجاج راهية زي ما انتم شايفين، فهذا المفروض الدجاج العادي. وقسمنا قطعة الدجاج اللي طالعة على برا، فباقي شوية خبز ودجاج كثير. قول بسم الله. طلع صح علي، اللي عليه البصل اللي مايل على وردي هذه تشبوتلي، اللي أكلناه قبل شوي هذا الدجاج العادي اللي يجيك سادة، وهذا الدجاج والحركات والسلطة، وهذا هذا هوت، هذا مكتوب عليه هوت هنا. خلوني كشخص ما يحب الأكل الحار يقيم لكم كم مستوى الحرارة، لأن شبوتلي خفيف مرة رايق. الحين نشوف بتعب ولا لا. طبعا قطع المخللات الكبار حقتها ذي، حركة بركة بسم الله. ما هي الحرارة اللي تخوفك؟ جغمة واحدة من الميلك شيك فوز سوداني تقفل عليها على طول. تم الاختبار بنجاح، وهذه تجربتنا من شيك شاك. بالنسبه لي ميلك شيك هذا قبل اي شيء اكلته، ميلك شيك بيرت بتر. اوه